فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سألني أحد الأشخاص داخل المسجد عن وصف مكان ما أين يقع؟ إذا إيش؟ يقول: إذا سألني أحد الأشخاص داخل المسجد عن وصف مكان ما أين يقع؟ يقول: مكان في المسجد ولا إيه؟ لا، خارجه. لا، ما يجوز هذا. هذا يسأل مثل اللي يسأل عن الضالة، ما يجوز هذا. يطلع إلى طلع من المسجد يسأل. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.